بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حنوبلا بنا مادتين اهيت اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي كلاسك افراد. ما انتو حقابنا هنا الدرس السابع والعشرون عشر كلابات هي طلبات نوع الدرس عشر كنوعي سواء لغة عربية. ما انتو حقابنا هنا جمل مفيدة جملوين وحفائدين جمل مفيدة جملوين وحفائدين الدرس السابع والعشرون جمل مفيدة وجملوين وحفائدين أنا أقطع اللحمة بالسكين الحاد السكين الكليل لا يقطع اللحمة نصل السكين يصنع من الحديد ونسابه من الخشب السكين أصغر من السيف السيف أطول من السكين للسيف بيت يسمى القرابة والغندة أنا أقطع اللحمة أنا هيلبك وحن كجرة بالسكين الحاد سكين أفلح مدي أفلح السكين الكليل مدي ذا أن أفكلهين لا يقطع اللحمة هيلبك مجرته نصل السكين سكين تا ماشي إذا أفكله وحصرته وحل كجرة يصنع وحل قسميا من الحديد ونسابه وماشي لقى قبطنه وأفكى ظهرائه من الخشب وحلقة سمية ألواح السكين سكينة أما مددة أصغر وحي كيرتها من السيف سيفة أي كيرتها السيف سيفة أي أطول وحي كسريسة من السكين سكينة أي كسريسة للسيف سيفة بيت وحليه قري يسمى لدها القرابة وحلقة القرابة قل أو والغمد نوالدها قل قلك لقليو أنا أقطع اللحمة أنا جهلك وحان كجرا بالسكين الحاد مدي أفله السكين الكليل مدي ذا أن أفك لهاي لا يقطع اللحمة هلك مجرب نصل السكين مدي ذا قيبت هذا وحصرته أو وح أفك هذا يصنع وحلقة سمية من الحديد بر ونسابه وماشى لقى قبتنه من الخشب وحلقة سمية ألواح السكين مددة أيا أصغر كير من السيف السيف سيفت أيا أطول وحي كديرتهي من السكين للسيف بيت مل لقلي أيا يلاذ هايو يسمى لده القرابة أو الغمد والغمد أيا لدها مركا سيفت سكين ومدي عربت سكين وحي دهان مددة لكن مددة مدى عنك السكين دهانو وحي دهان موسى موسى أيا ده مركا أنا أقطع اللحمة بالسكين الحاد قرآن كسيدا سوء استعمالي سكينا فلما سمعت بمكرهن سك وأعضت أحيهد أيضا كل واحدة وآتت كل واحدة منهن سكين سكين يموسى إكليه الحاد ومركا أفكال هذا الحاد الكليل مركا أفكال هين ساسي أكل دونه نصلي هو أفكهوري أفك سيفت أفك هراء أما أفك مديد هراء ووحصرته ووحلقو جراء نصلي ماشي لقى قبطنه وحالها نصاب نعم أن سؤالها أنك جوابنا مرك أجب عن الأسئلة الآتية أنت عن سؤالها لقارن معاني المفردات إريادة معنى هذا كليل لا يقطع معنى هذا ماذا جريني وحجريني كليل لا يقطع السكين آلة الذبح آلة وحلقو جراء ولقو جراء النساب المقبض وماشى لقى قبط معاني المفردات كليل لا يقطع مجهنا السكين آلة الذبح آلة وحلو جرع النساب المقبض وماشى لقى قبط المقبض وماشى وحلقى قبط قبطه أن سؤالها أنك جوابنا أجب عن الأسئلة الآتية سؤالها أنك جواب بماذا تقطع اللحم هي بكم حال جوجويا بماذا تقطع اللحم هل يقطع السكين الكليل هل يقطع مجرته السكين مددة الكليل وأفكلهن اللحم هلبك مجرته من أي شيء محبة يصنع السكين سكين تم حالة سمية السكين أصغر سكين تماير
أم السيف أم سيف؟ السيف أطول سيف تمعدر أم السكين أم السكين؟ بماذا يسمى بيت السيف؟ سيف تمشي للجليو حالا ده. سؤال سؤال ربع إن لقى جوابه. وحأوجد بين الدرس الثامن والعشرون. عشر كلباتن يو سديدات. نوع الدرس عشر كان نوع عيسى وإنشاء وعرن. حإنشاء قادرنا جولة في السوق. وريك الوجود حوريك أيو سوق الحديث. الدرس الثامن والعشرون عشر كلباتن يا سديدات نوع الدرس الإنشاء. جولة في السوق سوق الوجود حوريك. جولة في السوق. أن إنشاء وعلى رباقفك إنه تعبيري أو يعني وحكة قراء. أنت وصل وح قرين أيا وحلا سينا يا قفك سؤاله يجوابه أيا لسينا يا. مركو سؤال سجلك شقيه أيو. حنقارن قادنينا جولة في السوق وريج الودح وريجو سوق جولة في السوق وريج الودح وريجو سوق. أجب عن الأسئلة الآتية سؤالها صوص عضو كجواب سؤالها إن كجواب تمركهرة كجب أيا لقشقة. من أين اشتريت القميص الذي تلبسه؟ قميص كان أتحرنتها هل كي كسو قلت؟ من أين اشتريت القميص الذي تلبسه؟ اذكر بعض أقسام السوق سوق قيبه سوح كم ذا شك. متى تذهب إلى السوق؟ سوق قرمي آدا ولماذا محانا آدا؟ من أين اشتريت القميص الذي تلبسه؟ قميص كآحرتت هل كي كجش كسو قدتي؟ اذكر شاك بعض أقسام السوق سوق قيبه سوح كم ذا. متى تذهب إلى السوق؟ سوق قرمي آدا ولماذا محانا آدا؟ سؤالها أيال رباقفك إنو كجواب مركه هرين مثلا أنا اشتريت القميص من السوق هاي اذكر بعض أقسام السوق سوق قيبه قسم القمصاني قيبة قميص هذا قسم الأحذية قمصان قسم الأحذية قيبة كبها الوقض قسم الأحذية قسم الخضروات قيبة خضارها قسم الأحذية كبها قسم الخضروات قسم كذا أقسام بطن أيولي. متى تذهب إلى السوق؟ سوق قرمي أدا أذهب في الصباح الباكر أو في الظهر وهكذا. ولماذا محانا أدا؟ لأشتري بعض الحاجات بنهيق قارك من السدان ويبسد. أن جولة في السوق ويهي جولة في السوق ولو حانكو جرنا جولة في السوق وحاكا لو لغا شقينا يا وحيالها صوصو املأ الفراغ ماشا بنان بوحي معاكو بوحي ريسا باختيار كلمة مناسبة اذيقو كو بوحينا يو كلمة مناسب وها مما بين القوسين لبدا قوس وحاكو جرى اذو كسو قادنا اياكو بوحينا يسا املأ الفراغ ماشا بنان بوحي باختيار كلمة مناسبة اذيقو كو بوحينا يو كلمة مناسبة وقلمه مما بين القوسين لبدا قانصو انت اود حيصه واح كسو دوره حتى منذ شهر كنت افكر ماذا اشتري لوالدتي حتى اما منذ ايام الدغرانيسا حتى منذ يا قادنيسا منذ شهر بل لغسو بلابو الا بل كنت افكر وحن كفكراي ماذا اشتري لوالدتي هو يدي محا ايبيا منذ شهر كنت افكر ماذا اشتري لوالدتي هو يدي محام أقرأ أيام كفكرة ذهبت إلى السوق سوق أيام آذي واشتريت وحان صوقتي حذاء كبه لي يا أصوقتي قطتي يا نورتي أختي ولا شيء وحذاء يا كبه يا محام أصوقتي لأخي ولا الكي ذهبت إلى السوق واشتريت حذاء لأختي ولا شيء يا أصوقتي وحذاء لأخي أختي يا قطتي أختي يا قالك الكلمات إريادة عصب ازدحام عريري وهي محلات تجارية ميلات قنعسي بنطلون وسروال سوق الخضار سوق قضارته سوق الأدوية سوق الداودة سلة كبيرة سلة دوين إريادة استعمالها إيسا مركا قريس ازدحام عريري أمجام محلات تجارية ميلة قوبة قنعسي محلات تجارية وحلها قوبة قنعسي بنطلون وسروال سوق الخضار وسوق قضارته
سوق الأدوية سوق الدواء سلة كبيرة وسلة وين تحدث كشيكي أي الغنهاي عن هذا الموضوع مستعينا أذيقو كالمي سنايا بالجواب عن الأسئلة سؤالها كجواب دو والكلمات السابقة إيريدي هذا الصورة فيه مركا مركا قريست إن شاء هان أما إملاء إن شاء هان مركا قريست هذا وحياه بدنا هيستا سؤال الوسية مركا هاري بوحي محالة دها كدب إريان واقع هذا مركا مركا تعبير نيست تعبير ير أما إنشاء ير وحال ربا إلا هاف بيج أما هال بيج أما وح أدو إنا سو قرتت هاف بيج أيا أغير إنا تعبير ست أيا لقربا موضوع أكود قريسة وحالة هذا جولة في السوق سوق وريق أنكسو وريقا جولة في السوق سوق أنكسو وريقا جولة في السوق سوق أنيو كسو وريقا أما سوق يا وحالة هذا ذهبت أمسي تصالحان أيا أبو حنينة ذهبت أمسي شالي وحان آذي إلى السوق ذهبت أمسي يا إلى السوق كان السوق مزدحما صحيح ازدحام وعرير مكته كان مزدحما مدوحها مزدحما مزدحما عريري أيوها ومكتظا بالناس معناها ومكتظا بالناس ضبا كبوحي ومكتظا بالناس معناها ضبا أي جوج السوق نعم هي اشتريت حذاء أما اشتريت قميصا وحن صوغتي قميص ساس أوديسا اشتريت وحن صوغتي قميصا قميص وحذاء كبه أيان أصوغت أيان صوغتي أنيقة واشتريت أيضا لأمي أحذية كبه أيان هو إذي أصوغتي وأخي وأختي أيضا ولالكي ولا شيء وأصوغتي وعلى هذا في السوق سوق وحاكويا له محلات تجارية محلات تجارية ما يلقى نعسي أما قوة نعسي كبيرة وقاد ووين أياكو جرن وفي السوق أقسام أما لذا السوق له أقسام قيبة أيوليه منها سوق الخضار وسوق الأدوية وسوق اللحم وسوق كذا قيبها أيو سوق إليه سوق الأدوية سوق الإلكترونيات سوق إلكترونيك الوقضو سوق الثياب سوق دركة وهكذا سيداس ايا اوكلا قريسا الا وحا قري كرتا ان مخانكو الى هاف بيج وا قري كرتا سيدا هدا اسي وديت ذهبت امس الى السوق كان مزدحما ومكتظا بالناس اشتريت قميصا وحذاء واشتريت كذلك لامي كذا وكذا في السوق محلات تجاريه كبيره يا للسوق اقسام منها سوق الخضار وسوق الاحذيه وسوق الثياب وسوق الالكترونيات وسوق كذا أيا أكل قيبنا يساوي إن شاء الله مركب مركب قريشة سداس أيا لجاربا إن وانك قد بينا الدرس التاسع والعشرون عشر كلباتن إيه سجالات نوع الدرس النحو عشر كان ونحوه وحن برنينا الجملة الإسمية جملة مقعد أيا برنينا الدرس التاسع والعشرون عشر كان وعشر كلباتن إيه سجالات نوع الدرس عشر كنوع يسوى النحو وحن برنينا الجملة الإسمية جملة مقعد أيام برنينا جملة مقع عوام حي شلي وحن صبرنا عشر كان كي كسو هوري الجملة الفعلية أيام صبرنا عشر كي وقصي هورينا وحن كسو برنا وحلده جملة محالة ده جملة ذو مركا وحي أقيب سمت على بقيبت جملة فعلية صبرنا عشر كان كي كي كهوري نحو أهان نحو أهان عشر كان وحن كو قاضنينا الجملة الإسمية جملة مقعد أيام كو قاضنينا جملة ذو مقع جملة ذو مقع مركا معين مثالها أن قاضنا مركهار الأمثلة الدار واسعة الجو معتدل الغبار ثائر الشارع مزدحم الطريق ضيقة الفأرة مختبئة مختبئة الدار واسعة دارتها واسع دارتها بلارنت الجو معتدل جو ودحدحات الجو معتدل الغبار بارخ ثائر متك عيوية الغبار ثائر الشارع لامجة مزدحم وجام عريري ولامجة الطريق ضيقة وضضوى عريري الطريق ضيقة الفأرة دولجة مختبئة منطي أو قرصون واي أو أسلومي منطي
مختبئة وإسقرنيسة الدار واسعة دارت واسعة دارت وبلارنتها الجو معتدل جو ودحدحات الغبار بوركي ثائر متك عيوي الشارع لامق مزدحم وعريري أما جام الضريق وضغى ضيقة وعريري الفأرة دولقة مختبئة مدلونتي واي أو قرصومي وي مثالا أقرأ اقرأ هذه الأمثلة الدار واسعة الجو معتدل الغبار ثائر الشارع مزدحم الطريق ضيقة الفأرة مختبئة أقرأ الأمثلة السابقة مثالها لصوت عفاي كلها جمل مفيدة أي قطن وجملين وحفائذين وجملين أما يسترنو دي قفك سامعها وحفائذين جمل مفيدة لها وكل واحدة مدول بقو منها جملين كاس كمد أهينة مركبة من اسمين لو مقع عالس كساري أولهما مقع كوبات مبتدأ ويوانا صبرنا مقع عام لبضان جملة لبضان كوبان تاه كوبات مبتدأ والثاني خبر كان كلنا خبر ولأن كل جملة جملة والبقو من هذه الجمل جملوين كان كمد أهي يا مبدوءة باسم حدنا مقع عالقو بلاد تسمى مركة وحالة لها جملة جملة اسمية جملة مقعات إذن جملة فعلات هي جملة مقعات أي كليه ساسوية الدار واسعة مثالها أنصو مرينو الدار واسعة لو مقعات كومنت الدار واسعة فعنكو صو براني الدار مقع مركة هذا القلق بلابو إنه مبتدأ مبتدأ واسعة وخبر مبتدأ مرفوع واسعة وخبر مرفوع إذن مبتدأ خبر هدي كل مان ما هذا عاية جملة والبقى ومبتدأ خبر كل ماي وحالتها جملة اسمية لها جملة مقعات جملة اسمية جملة مقعات أيها جملة اسمية ها جملة مقعات لها كل قصص ومثاله الدار واسعة بس هذا الوش هذا ما حال ماذا الشارع مزدحم الجو معتدل جو واضح الطريق ضيقة الغبار ثائر غبار كوا بر بر كوا متك عصن الفأرة مختبئة يا الإنسان حيوان ناطق يا يوحي لماذا محمد رسول الله القبلة الكعبة قبلتنا يوحي لماذا مرك كاسو قال الجملوين كاسو لن وحاكم قاعدة جمل اسمية ده جملة جملة مقعات هيا لا دعوة الأمثلة الدار واسعة دار واسع الجو معتدل جو ودحدحات الغبار بارك ثائر متك عيوي الشارع لامقة مزدحم وعريري الطريق وضغى ضيقة وعريري الفأرة دولقة مختبئة مثل متيوي مختبئة الأمثلة السابقة مثالها لصورة في كلها دمانت جمل مفيدة وكل واحدة منها مدول بقى قوة كمتأة مركبة وحال إسكساري من اسمين الله مقع أولهما لباس مقع كودة كوبات مبتدأ واحد والثاني خبر ولأن كل جملة جملة والبقى من هذه الجمل مبدوءة وحال قبل عبي باسم تسمى وحالها جملة اسمية أيالها القاعدة قاعدة عن أرق كل جملة جملة والبقى تتركب إسكسارناته من مبتدأ وخبر مبتدأ خبر إسكسارناته تسمى جملة اسمية جملة مقعات أيالها كل جملة جملة والبقى تتركب إسكسارناته من مبتدأ وخبر مبتدأ خبر إسكسارناته تسمى وحالها جملة اسمية جملة مقعات أيالها قاعدة مركا صوكو ابن مركا جملة والبقى مبتدأ خبر ككوبا جملة اسمية أيالها جملة والبقى ككوبا مبتدأ خبر محلها جملة اسمية أنا أرق من مركة أسئلة سؤالية وتمارين ما هي الجملة الاسمية جملة مقعات وامح ما هي الجملة الاسمية سؤال شلبا تكون سمي جملة اسمية جملوين مقعات سمي بوضع أذيقو لغاية أخبار خبر جاء أذو أسمينا للمبتدأات الآتي وحاد ما يشانكو قولا مبتدأات واي مبتدوين واي مبتدأات كون سماع مركا جملا اسمية بوضع أخبار أذيقو خبر لغاية
للمبتدئات الآتية مبتدئات شان صوص عضو خبر أسمي المدرسة مدرسة ما يشرح لك قبر تالها أما إسكولك المدرسة وحقدر الفيل مروذيقة الحذاء كبها كبوحي مبتدئات واي قبرات أسمي أخبار أسمي سؤال لما تكون سمي جملة اسمية جملوين جملة مقعدة سمي بوضع مبتدئات أذيقوا مبتدئين أسمينا للأخبار الآتية وحان صوص عدنا وخبره مبتدأ سمي حلو ومعان وح معان راذبا مستديرة ووريك ثاني ووريك سنت مستديرة سريع ومد دقدقة بارد ومد قبل مبتدئين أسمينا الحلو ومعان مستديرة ووريك سريع ودقدق مد دقدقة بارد ومد قبل عشر كان ما أنت عنكو براني عشرة جمل مفيدة عشر كلواتن يتضبط يا عشر كلواتن يسديدات عنكو براني جولة في السوق يا عشر كلواتن يسجالات عنكو براني الجملة الإسمية جملة مقعد ما أنت عشر كان أنت سويكو إجاي وإلى درس آخر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.